اللي حصل النهاردة في الأسانسير من أكتر الحاجات المؤلمة اللي ممكن تشوفها. التلات أطفال دول دخلوا الأسانسير علشان يطلعوا للبيت، وفضلوا يلعبوا ويضغطوا على الزراير لعند ما وصلوا للبيت. الأسانسير فتح والتلات أطفال خرجوا، لكن في طفل منهم اتعلق بين البابين، وللأسف الأسانسير كان واخد أمر إنه يتحرك. طبعا أنا هداري على المنظر لأنه بشع. الأسانسير اتحرك والطفل متعلق بين البابين، وللأسف المنظر مؤلم جدا.